خور شجيج وهو الاسم القديم للخور مثل ما سمعناه من الرعيل الأول، وبالفعل اسم على مسمى. الخور تقع على البحر، وأهل الخور منذ القدم أهل بحر، أهل سفر، وأهل غوص، وأهل صيد. هذا الجامع اللي أنا فيه يعتبر أقدم جامع في الخور، ويسمونه مسجد الإبراهيم. هذا المسجد يعتبر أقدم مسجد في الخور، وما زالت الصلاة تقام فيه حتى يومنا الحاضر. إن كان مالك من ذراعك نيدة، شربك من فوف رجال هماج، والهماج هو الماي الخليج اللي هو لا هو بحلو ولا هو بمالح، واللي تميز به عين حليتان في الخور، واللي كانوا أهل الخور يعتمدون عليها في الغسيل وشرب الحلال من الأغنام وخلافه. أما مصادر المياه العذبة فكانت تجلب من المناطق اللي حول منطقة الخور مثل مقين وغيرها. المكان اللي أنا فيه هي منطقة الخريس القديم في الخور، والخريس عبارة عن لسان بحري يجي مع المد ويروح مع جزر البحر. الخريس كان سوق الجملة بالنسبة للخور والمناطق اللي حول الخور، لأن الخور مدينة كبيرة. آخر بيوت الخور القديمة، ولأني عتيج بدأت الذاكرة ترجع للوراء شوي وتذكر الخور، شيء شفته وشيء سمعت عنه عند أهالينا، بس أنا شاهد عيان على دخول الكهرباء أول مرة وتسليك الوايرات، شاهد عيان على الرسته الجار أول مرصفوها في الخور وطريق الخور وذخيره. وهني ترجع بالذاكرة لورا وتذكر قصيدة طويلة لها اختصر منها بعض الأبيات سنة 1973 عندما صار هدام الخور والتجديد الحديث، في قصيدة طويلة يعنسها على سلمان بن حمد فضخير ولد عمه، يقول له يقول من كثرة عليها الهمومي قل معناي وخافي الصبر بايح في حال ما شفت العمارم هدومي سرعان ذبتها التلكتر لوايح سلمان لو شفت الجديد محطومي برايح تلعب بهن الروايح صفت مناظرها تهد العزومي ما كن صاحب حلو لو طان صايح خيرات ما من هالقصير محرومي خشيرهم بظهورها والمنايح.